أول شيء جمهور تونس ولا مرة بخيب لظني، دايما بيستقبلني بهالحرارة ودايما بهالجو، بيكون يعني مثل حلم حفلات تونس. مبسوطة كتير، وعرفت من أول ما أعلنوا عن الحفلة كان سولد أوت، وهلا كانوا عم يحكوني بالكواليس كانوا حابين يعملوا حفلة تانية، بس لأنه كان محجوز باقي السهرات محجوزة مع كتير فنانين. يا ريت، كنت بتمنى. مبسوطة كتير أنا بالجو الحلو، يعني كانوا حافظين الجديد أكتر من القديم، وهذا الشيء فرحني كتير. فوضى فوضى حواحي، عالم من طبيعي، كله مفكر لي حاله أقوى حدا ببشري. فوضى فوضى حواحي، كل مسرح له جاذبيته، كل مسرح له هيبته، كل مسرح له خصوصيته. على قد ما بحب المسارح الكبيرة أكيد اللي بتفرجي جماهيرية الفنان وبتشغل كتير مهمة، مثل ما صار بكارتاج 2019، على قد ما حريصة أن يكون متواجدة بمهرجان عريق وقديم مثل حمامات، لأنه دايماً بعرف أنه حمامات الببليك قريب كتير، بتحسوا هيك كفيت على قلبك وحاضنينك هيك هالأمفيتياتر القديم المعمول بطريقة قريب عليك، بتحس حالك كأنه بالبيت مع أهلك مع الفاميلي تبعك عم بتغني. فأنا أبداً ما بميز بين مسرح كبير ومسرح صغير، كل واحد له لزة وله كاشي وله شيء عن جد خاص. هالعالم نسيو شو يعني كل أضواء الشهرة أكتر مني ومنا، هالعالم نسيو شو يعني أضواء الشهرة بتعني لك كلمات ما بتجرح، وحدك انت بتعرفني ولا قوي بتغيرني اكتر من اي لحظه بعمري. هلا بدي اياك تفهم انه احلامي ما بتتحقق بلا اكتر من البوم رح ينزل بسبتمبر، في 14 غنيه نزل منهم اثنين اضحكي قلبي وحده منهم، وفي 12 غنيه جديد رح تسمعون، اكيد منوع بين الرومانسي وبين الايقاعي، بالاشياء الناس اللي حبتني فيها كتير وبالاشياء اللي ما حبتني فيها كمان. يعني رح يكون في رأى تنوع كتير، اهم شيء التجديد فيه بالتوزيع، توزيع الموسيقى شغل كتير على الموسيسيان، على التوزيع في افكار جديده، في روح جديده بالالبوم بالتوزيع، وحتى في مواضيع جريئه، واللي بيميزه انه 7 أغنيات انا كتبتهم ولحنتهم. يعني في هاي لأول مرة بألبوم بوب لإلي أنا عم لحن كمان، يعني ككمبوزيتور، وبتمنى إنه هالأغاني تفوت على قلب الناس، حيتفاجئون يعني هالأغاني كمان، بالإضافة إلى أسماء شعراء كبار وملحنين للناس كتير بتحب تسمعهم. ميرسي كتير على حبكم الليلة، دايما بتبرهنولي قدي انتو متزوقين وقدي بتستنوني، تانكيو على الحب اللي عطيتوني اياه، بحبكم. كارول سماحة. انسى همومك تعا غني نفرح سوا، عش ايامك كأنك عايش اخر مرة، يرقص يفرح كأنك عايش آخر مرة.